جددا مشاهدينا الكرام الى الزميل محمد الخياط الناشط في تظاهرات ثوره تشرين معنا عبر الهاتف من ساحه الحبوبي. اهلا بك محمد الخياط، يعني وانت في ساحه الحبوبي ليتك تصف لنا الاوضاع عندك، وهل هي على ذات وتيره الحراك الذي كان امس الخميس؟ تفضل. شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقه ساحه الحبوبي اليوم نحن في ساحة معركة وليس في ساحة تظاهرات في مركز مدينة الناصرية، والقوات الموجودة الآن في ساحة الحبوبي تستطيع تحرير المدن بالكامل، وكأننا في جبهة حرب ولا كأننا في نمارس حقنا الدستوري في التظاهر السلمي، رغم القمع والخطف والعبوات الناشفة الليلية على دور ومنازل المتظاهرين وعمليات التعذيب والاعتقالات المستمرة اتجاه المتظاهرين. نعم. الحقيقة أنا كنت في ساحة الحبوبي ولا زلت في ساحة الحبوبي، هذه القوات الموجودة التي تعد بالآلاف اليوم نزلت بكامل قوتها واستخدمت الرصاص الحي لمتظاهرين سلميين يمارسون حقهم الدستوري. نعم. بالإضافة إلى القنابل الدخانية التي أدت إلى إصابة بعض المتظاهرين بالاختناق وبعض الإصابات أيضا. نعم. تم نقلهم إلى المستشفى. محمد، هناك أنباء عن حملة اعتقالات تشنها القوات الأمنية ضد المتظاهرين في الناصرية. السؤال هنا، هل أثرت مثل هذه الحملات والاعتقالات على الحشد في الساحات اليوم؟ أخي العزيز، الحقيقة هذه الحملات هي ليست جديدة، نحن نتعرض لهذه الحملات يعني منذ أن خرجنا إلى ساحة التظاهر ولا على كل الحكومات التي الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية حكومة الكاظمي، لكن هذه الأيام بالحقيقة تم يعني هناك تصاعد خطير في عمليات التزايد خطير في عمليات الاعتقال والخطف والتعذيب وبتهم كيدية، هناك معتقلين لدينا بتهم كيدية وحتى في تهم أربعة إرهاب، لا نعرف كيف يكون متظاهر سلمي يتم محاسبته ضمن قانون أربعة إرهاب وهو متظاهر ضمن المادة 38 من الدستور. الحكومة الآن هي من تخلق قانون وليس المتظاهر السلمي. المتظاهر السلمي هناك دستور هم الذين كتبوه، والمتظاهر يخرج لساحة الحبوبي متظاهر سلمي. أنا لحد الآن من طيلة هذه السنوات التي أخرج فيها إلى ساحة التظاهر لم أشاهد أي سلاح لدى أي متظاهر. القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي وتستخدم القنابل الدخانية وتستخدم العصي الكهربائي وتستخدم كل وسائل القمع تجاه المتظاهرين. نعم. مع هذا هناك أيضا عبوات ليلية على منازل المتظاهرين من قبل الميليشيات، وهذه قضية يجب أن يعرفها كافة الإعلام، وهي رسالة موجهة لحقوق الإنسان المتظاهر الآن في الناصرية. الحقيقة بين نارين، نار الميليشيات التي تقوم ليلا بالاعتداء على منزله وترويع أطفاله وعائلته، ونار القوات الأمنية المتواجدة في ساحة الحبوبي التي تقوم أيضا بين الاعتقال وبين التفجير. هذا هو الذي يجري في ساحة الحبوبي. نحن لم نخرق القانون، نحن مع كل الذي يجري أن نطالب بتطبيق القانون. نعم. على الحكومة التي تدعي إذا كانت هناك حكومة أن تطبق القانون. نحن كمتظاهرين سلميين وأقول باسمي الشخص محمد ياسر خيار أطالب بتطبيق القانون. الحكومة هي من تخالف القانون. نعم. وهي محمد. من تخالف الدستور الذي كتبته هذه الأحزاب والميليشيات. ماذا عن حملة الاعتقالات يا محمد؟ ماذا عن حملة الاعتقالات وما أسفرت عنها؟ هل توصلتم إلى أماكن احتجاز وأوضاع المعتقلين من المتظاهرين والناشطين؟ هل من جديد في هذا الموضوع؟ أخي العزيز، بالأمس تم اعتقال المتظاهر، وهذا هو التصعيد اللي حدث، إحسان الهلالي أبو كوثر أحد الشباب المتظاهر هنا في ساحة البارزين في ساحة التظاهر الحبوبي. نعم. يوم أمس تم اعتقال المساء بعد أن قامت إحدى الجهات الأمنية بدهسه بالسيارة، وبعد الاعتداء عليه تم اعتقاله إلى جهة غير معروفة، وهذه الجهات تكون في الجهات الاستخبارات أو جهات الإرهاب، ولدينا معتقلين التقيت بهم يعني اليوم وقبل أيام تعرضوا إلى التعذيب ولا زالوا يشكون من آثار التعذيب، وهذه أيضا نداء لجان حقوق الإنسان إن كانت هناك لجان حقوق الإنسان سواء كانت محلية أو دولية لتسمع هذا النداء، نداء من الناصرية ومن ساحة الحبوبي تحديدا. نقول بأن الأجهزة الأمنية الآن تخلق القانون من خلال قيامها بالاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم. لدينا معتقلين أربعة إرهاب، ولدينا معتقلين أيضا، ولدينا اليوم مداهمات لبعض يعني تصور أخي العزيز وليسمع كافة يسمع مشاهديكم الكرام بأن القوات الأمنية بدأت تدخل الأزقة
وتلاحق المتظاهرين واليوم بالاضافه الى القنابل الدخانيه التي تؤثر على الحالات الانسانيه وعلى الحالات التي تتواجد في القرب من الاطباء وفي المستشفيات يعني قضيه، خاصه بان مستشفى الحبوب هو في ساحه الحبوب قريب على ساحه الحبوب لا يبعد سوى 100 متر او 200 متر. بالاضافه الى هذا بان المتظاهرين لدينا الان يسكون من هذا القبع، يعود من ساحه الحبوب الى منزله ويهدد لهم بالعبوات الناصيه من قبل الميليشيات التي تحاولت وتحاول الهيمنه على ساحه الحبوب واخراج المتظاهرين الوطنيين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم وحقوق بلدهم ويطالبون المطلب الاساسي ومحاسبه قتله المتظاهرين. كل هذا الذي يحدث لنا، احب اكد لك معلومه ايضا اضافيه، كل هذا الذي يحدث لنا ومنذ هذه السنوات لحد الان ولحد هذه اللحظه لم يتم القاء القبض على اي متهم او على اي مجرم او على اي قاتل. نعم. هذه دلاله واضحه بان القوات الامنيه او الجهات الحكوميه متواطئه مع هذه الميليشيات التي تقوم بالتفجير والقتل والخطف وغيره. لدينا ايضا مخطوفين منذ اشهر وحتى منذ سنوات لحد الان لم يتم العثور عليهم، وهذه اسماء لدينا مثبته وموثقه وايضا دعاوى على بعض الاشخاص في الاجهزه الحكوميه. القوات الامنيه التي قتلت أكثر من 120 شهيد لدينا أيضا شهداء. نعم محمد، دعنا يعني نتجه إلى موضوع آخر ونتزود بالمعلومات منك حال توفرت. يعني الناصرية لم تكن وحدها أمس المنتفضة، بل هناك عدد من المدن المنتفضة أيضا. هل تغير تكتيك التظاهرات إلى الحراك ليلا؟ وما أسباب ذلك؟ هل لإنهاء أو إنهاك قوات الأمن مثلا؟ أخي العزيز، الحقيقة بعد وصول ما يسمى بخلية الأزمة إلى الناصرية، هذه خلية الأزمة خلقت أزمة الناصرية. نعم. المحافظة التي تم تشكيل لها خلية أزمة هي محافظة ذيقار، وجاءوا إلى هنا ووصلوا إلى ساحة الحبوب وعقدوا مؤتمر صحفي في ساحة الحبوب وكأنهم في نصر مبين وكأنهم في نصر على إسرائيل أو على دولة معادية وليس على أخوان المتظاهرين السلميين. تصور هكذا هو الحال، وهذا تحدي إرادة الشعب حينما تأتي لجنة أزمة وتخلق أزمة إضافية. الحقيقة الناصرية لا تختلف عن بقية المحافظات إلا بشيء واحد، وهذا الشيء الحقيقة بأن ساحة الحبوب رفضت هيمنة الميليشيات عليها، وبالتحديد سرايا السلام والتيار الصدري كانوا هم شركاء معنا في ساحة التظاهرات، وحاولوا تزيير هذه التظاهرات، حاولوا قدر الإمكان أن يقوموا بالهيمنة أصلا من أسماء مسمياتها وتحمل مسؤولية. ما أقول بأنهم حاولوا قدر الإمكان تزيير هذه التظاهرات لهم، لكن لم ينجحوا عكس ما جرى قد يكون في ساحات المحافظات. شكرا جزيلا لك الناشط معنا، كنت من ساحة الحبوب، الناشط محمد الخياط، شكرا جزيلا لك.